أبطال الجمهورية عدوا حدود العالمية، عاملين خطة جهنمية، حنغنولكم تحت المية هربانين من العباسية. فكرة أنا من عشاق الزمالك في مصر، ولكن الأغنية هذه عجبتني برشا. هما الإخوة المصريين ديما بتلايحهم ويطلعوا حاجات يعني كويسة بلغتهم هما. أما الحاجة اللي ما فهمتهاش وهي هربانين من العباسية، يعني كان كل الكلام كله مفهوم، كان الأخرانية هربانين من العباسية، كان ثم واحد يتفرج فينا مصري يفسر لنا ايش معناها هربانين من العباسيه. اليوم باش نحكيو على مباراه البايرن والاهلي المصري، دومي فينال كاس العالم للانديه، واللي انتصرت فيه البايرن بشق الانفس. نعاود نقولها بشق الانفس. اي واحد ما يحبش الاهلي ويتفرج في المقابله اليوم باش يقول لك الاهلي لعبت هكاك خاطر البايرن ما تحبش تكور وما حطتش الكل في الكل. نقول لك لا، البايرن حطت الكل في الكل ولعبت الكل في الكل للدقيقة 90، ولكن الأهلي المصري أفرض روحه على البايرن حبينا ولا كره. كان ما جيتش نعرف إنها البايرن تلعب اليوم ضد الأهلي المصري، نقول لا، البايرن تلعب ضد باير ليفركوزن، تلعب ضد ليفربول بحكم المريول اللي يشبه للزوز أندية هذية. لا، وفي بعض الأحيان الأهلي المصري فرض النسق متاعه على البايرن حبينا ولا كرهنا. اليوم الأهلي المصري فكرني بالمنتخب المصري في كأس القارات ضد المنتخب البرازيلي وضد المنتخب الإيطالي. هو في معظم الأحيان الأندية والمنتخبات اللي ديما تشرف الكرة العربية باش تلقاها المنتخب المصري ولا الأندية المصرية، وخاصة الأهلي المصري. المنتخب الجزائري كيف كيف ولكنه أقل شوية. باللعب اللي شفته اليوم والرجولية والجرينتا بتاع لاعبية الأهلي المصري، لو كان القرعة حطت الأهلي المصري ضد بالميراس البرازيلي في بلاصة البايرن، نتصور الأهلي المصري تترشح بسهولة على بالميراس. ريت مشكلتنا احنا العرب بصفة عامة ديما نقلوا من قيمتنا وننقصوا من قيمتنا. كي يبدأ لادفرسير كبير واسمه كبير نزيدوا نعملوا له قبيل قيمة وهيلمان بايرن وكذا. ريت صحيح البايرن اسم كبير، ولكن لو كان اللي فيكتيف هذايا المجموعة اللي عند الأهلي المصري بالقيمة الموجودة عندها، لو كان جاب في الفريق، نتصورها تعمل حاجة مع البايرن. ديما احنا العرب مشكلتنا ناقصنا لقب عالمي، ما نقولوش كوب دو موند، ولكن لقب كيما هكا كأس العالم للأندية. شفنا الرجاء البيضاوي على ما اعتقد 2016 مع فوزي البنزرتي كيف كيف وصلت للفينال، وضد البايرن كيف كيف وفات طرح وقتها 3-1، والرجاء عديت ماتش عالمي وماتش رجولي، ولكن الله غالب تخسر. كيف كيف اليوم الأهلي المصري عديت ماتش كبير ياسر، ماتش بطولي، وقفة الند للند مع البايرن، ولكن كيف كيف تنهزم. الأهلي اليوم شرفت المصريين بصفة خاصة والعرب بصفة عامة. ولو كان مش نرجعوا للفريق بالمردود اللي شفته اليوم، الأهلي رقم صعب في الشامبيونز ليج. صحيح الأهلي اليوم خسرت 2 بلاش، ولكنها بعثت رسالة قوية برشا المنافسيها في الشامبيونز ليج. يقولوا منافسيها، يقولوا الزمالك، يقولوا الترجي التونسي، يقولوا الوداد المغربي، وكيف كيف ما ننساوش مولودية الجزائر. صحيح تشكو باش من بعض المشاكل، ولكن المولودية راهي سناء رقم صعب في الشامبيونز ليج، ويلزم الجمعيات اللي تلعب على الشامبيونز ليج تقرأ ألف حساب للمولودية. في الختام إن شاء الله في المباراة الترتيبية تكون من نصيب الأهلي المصري، ونعاود نقولها راني من أحباء الزمالك في مصر، ولكن راهي كلمة الحق، نحبه ولا نكرهه تتقال. واليوم الأهلي شرف العرب.